الأندية الوطنية الأخرى ديالنا اللي شاركت على واجهة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. نبداو بحسنية أكادير أمام فريق بارادو، يمكن في الاسم مغمور ولكن شفنا كيفاش جرى المباراة ديال أكادير، ولكن الحسم كان لغزالة سوس بهدفين للا شيء. يمكن نعتقدوا بأنه نعتبروا أن الحسنية اللي ولات عارفة الأجواء الإفريقية، عارفة الطقوس إلى غير ذلك، وأيضا ما نساوش الدور الكبير اللي دار الحارس عبد الرحمن الحواصلي اللي تصدى لواحد ضربة جزاء ديال بارادو في واحد الوقت اللي كان شوية حساس جدا. إذا فوز ديال الحسنية يمكن نعتبره فوز منطقي، وفوز يمكن نعطي مؤشرات أن الفريق يمشي بعيد في المسابقة. هو أولا فوز نعم. عنده قيمته. نعم. أولا القيمة ديالو في أن الحسنية اليوم على مستوى مجموعتي بالعلامة الكاملة 6 نقاط. نعم. حسنية التي فازت على إنيان بابيها بثنائية نظيفة. نعم. اليوم كتفوز على بارادو الجزائري بثنائية نظيفة، معناه على المستوى الهجومي الفريق حاضر بقوة. نعم. وعلى المستوى الدفاع أيضا حاضر بقوة، الفريق نعم. لا يستقبل أي أهداف، وهذا مؤشر خير، ماشي غريب. نعم. لما تعرف على أنه المنظومة الدفاعية ديال الحسنية التكادير هي منظومة قوية جدا. نعم. هذا الأمر كان منذ سنتين فيما نعم. أعتقد، والاشتغال عليه بك قوة. اليوم مع مجيء محمد فخر غادي يتطور هذا العمل اكثر. نعم. موجود حارس بحال اللي قلتي مثل عبد الرحمن الحواصلي اللي تيخرج لك كرات نعم. حاسمه كيمكن انها دير متغير. نعم. لو تسجلات مثلا انه يوقف ضربة جزاء. نعم. يوقف ضربة جزاء لو كانت سجلت لا قدر الله غتكون مباراة اخرى. المباراة غتكون مباراة اخرى. نعم. الفريق ديال بارادو غادي يرجع في المباراة وغادي نوليو غنوليو في سيناريو اخر. وايضا امام عبد الرحمن الحواصلي الامين نعم والحارس الرزين، يعني عنده واحد الرزانه وكيلعب على مستوى امكانياته، وكيعطيني الانطباع باننا امام حارس يذكرني بالجيل الذهبي ديال حراس المرمى اللي مروا على كره القدم الوطنيه. امامه مدافعين من المستوى العالي اللي هو ياسين الرامي وبالبوفسيني بعد ايضا على مستوى اليسار في انتظار العوده، ولا ما عرفش اذا كان قد عاد الظهير الايمن اللاعب السنغالي اللي كان عند جينيراسيون فوت. اذا فريق ديال حسنية التكادير كيحتكم على خط دفاع جيد جدا. نعم. وكيحتكم على منظومه دفاعيه جيده، اضافه الى انه عنده القدره. نعم. على انه يسجل الاهداف، واعتقد على ان فوزه بثنائيه نظيفه هو دليل قاطع على ان فريق الحسنية مرشح فوق العادة. نعم. لأن يتصدر إن شاء الله، أن يتأهل إلى الدور الربع النهائي ويترشح كمتصدر لهذه المجموعة، ويكون المسار أفضل بكثير من الموسم الماضي، لأن الفريق راه وصل للنصف النهائي جلول، يعني بمعنى أنه اليوم الهدف هو أننا نذهب إلى أبعد من نصف النهائي. وأعتقد على أن هذا الذي يفعله اللاعبون على أرضية الملعب يدعو الجماهير وكل الفرقاء ديال الحسنية إلى أن يلتفوا حول هؤلاء اللاعبين وأن يرضخوا إلى الأمر الواقع، والأمر الواقع يقول على أن حسنية أكادير اليوم تضارب على واجهتين، واجهة البطولة الوطنية وواجهة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ماشي باسم الإحباط الذي انتاب الجماهير بضياع فرصة الفوز بكأس العرش. يمكننا ندمر هذا البناء الكامل. اليوم كأس العرش وايضا جاموندي صبحوا من الماضي فعلا، لا يستطيع احد انهم يرجعهم ويردهم ياكتواليزيهم عاوتاني. انتهت علاقتنا بكاس العرش، الفريق فقد كاس العرش، ايضا جاموندي انفصل عليه الفريق. هناك اليوم ربما تقني جديد سي محمد فخير، محمد فخير اللي عنده تاريخه. نعم. وعنده مرجعيته. نعم. واعتقد المدرب اللي قاد الحسنية. نعم. الفوز بلقب البطوله اللي كيتوجدوا في الرصيد ديالها. فإذا مرحلة بناء جديدة، مرحلة جديدة بحال اللي قلت يجب أن يعيشها الجمهور مع فريقه، لأن الهدف إن شاء الله هو أن الحسنية تمشي إلى أبعد مدى، ولماذا لا تصل إلى المباراة النهائية بمشيئة الله. نعم.